شدد عدد من الأطباء على أهمية حصول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة على التطعيم المضاد للفيروس، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم مع مراعاة اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية للحد من خطر الإصابة بالعدوى. ضمن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، تواصل مملكة البحرين وضع كافة البروتوكولات العلاجية لعلاج كوفيد-19، حيث أنها وضعت عدد من الفئات والذين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة والسمنة ضمن من يتوجب عليهم ضرورة الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا. إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا من الضروري حصولهم على التطعيم المضاد للفيروس، حيث أن مضاعفات متلازمة الأمراض التنفسية يشكل خطراً كبيراً عليهم في حال الإصابة بالفيروس، باعتبار أن الجهاز المناعي لديهم ضعيفاً مقارنة بالأصحاء. التطعيم هو الخيار الأمثل للوقاية من عدوى فيروس كورونا، خصوصاً لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة كمرضى القلب والضغط والسكر ومرضى السمنة وأيضاً المصابين بنقص المناعة، وذلك بسبب خطورة الإصابة ومضاعفات المرض عليهم أكثر من غيرهم من الأشخاص الأصحاء. عدد من الأطباء أكدوا على أن مضاعفات متلازمة الأمراض التنفسية تشكل خطورة كبيرة عليهم في حالة الإصابة بالفيروس، وذلك يجب عليهم أخذ التطعيم نظرا للمخاطر التي قد يتعرضون لها، مشيرين إلى أن تلقي اللقاح أصبح فرصة لحماية المجتمع ككل. نشدد على أهمية حصول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة على التطعيم المضاد للفيروس. هذه الفئات يندرج تحتها مرضى السكري والضغط والقلب والربو، كما ويمكن لمرضى السرطان الذين تم علاجهم بعد 6 أشهر من انتهاء العلاج الكيميائي تلقي اللقاح أيضا. نحث جميع أفراد المجتمع على أخذ التطعيمات، وبالأخص الفئات المعرضة للخطر، أهمها الكبار في السن، المرضى المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر، أمراض القلب. طبعا نحث الجميع على أخذ التطعيم، وذلك حرصا على صحتهم وعلى سلامتهم وعلى سلامة أفراد عائلتهم وأفراد المجتمع. هذا وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم وسط إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين دون تمييز، من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني، والذي يستهدف إعطاء الأولوية في توفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بالفيروس. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.